On peut dire إن كنت في تشاد أو كنت في السودان فإننا يا صاحبي على الدوام إخوان. إن كنت في نجمينة أو كنت في الخرطوم فبيننا علاقة على الزمن تدوم. لا نعشق الحروب لا فتنة الشعوب وكلنا هموم لرفعة الأوطان وإننا يا صاحبي على الدوام إخوان. Donc le buffet est ouvert mais sous l'animation de l'artiste soudanaise Iman London. طبعا تبدأ مأدبة العشاء تحت نغمات الفنانة السودانية إيمان لندن. الخريف في سماء الدمدم